السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم بإذن الله راح ندير الخبز بالجبن والمعدنوس. بغيتو نديرو خبيزات فوالا بالجبن والمعدنوس. نروحو للوصفة تاع العجينة نبداو فيها هي الأولانية. قبل ما نبدا الوصفة عندي يعني واحد السيدة بعتت لي، فهضرت معها، راجلها عنده سلطة تاع الكولون يعني المصران، وغير كيما دار يعني في أثناء العملية تاعو. نطلبوا له ربي إن شاء الله يشافيه ويعافيه، وطلبوا معايا تاني، قالت لي ديري الدعاء لزوجي ربي يشفيه ويشافيه ويعافيه ويشافي كل مريض يا ربي العزيز، وربي يقدره باسكو بدا لاشيميو، ربي يقدره ويكون معاه إن شاء الله ويكون مع كل مريض. هذه هي. هنا عندي حبيبة تاع البيت، 10 غرامات هكذاك، ولا مغرفة قهوة تاع الملح، عندي مغرفة ماكلة تاع السكر، مغرفة ماكلة نتاع الخميرة تاع الخبز، نسحق شوية تاع لوفيغ شيميك، عندي كاس حليب بودياغ ناتور، وعندي نطمها بالفرينة وزوج مغارف تاع الزيت. شوفوا لي نسيتها وانا نخدم نديرها. الحاجة الأولى نبدأ بالكاس الحليب دافي. بسم الله، هكذا ندير المغرفة نتاع السكر، ندير المغرفة تاع الخميرة تاع الخبز، ندير زوج مغارف ماكلة نتاع الزيت. فوالا هادي الأولى وهادي تانية. الزيت ما نديروش بزاف باسكو علاش، ومن بعد ندير الزبدة هكذا. هادوما نخليوهم الخميرة تتفاعل شوية ومن بعد نوليو ليها. فوالا ندير مغرفة قهوة، فوالا نزيد ندخلها معاها ونزيد الفرينة حتى تولي لي عجينة تكون ما تكونش يابسة ناشفة ولا ما تكونش. نقول لكم ديروا ابوني ديروا جيم. امينه قالت لي البارح ماما راهم بلي مليون يقولوا ديروا لنا ابوني وجيم، كيف انت ما تقوليش؟ قلت لهم والله ننسى ما نكذبش عليكم، وشويه ما شويه ننسى شويه حاجه اخرى. فوالا اكو فهمتوا. هذه هي. انا ان شاء الله نمت كلش واش عندي باذن الله، وعمري ان شاء الله ما نعطيك ما نخيب يعني، ان شاء الله بربي ما نعطيكم حاجه ماشي مليحه. المهم صافيه امام الله بلي نعطي كلش من قلبي. وهذه هي بنتي ولا كما بناتي ولا بارا. دوك واش راني ندير؟ راني نطم في العجينه، نروح بشويه باش ما تجينيش هكذا، ما تكونش بعدا تتلاصق تلاصق، مي تكون ان بو مول مليحه هكذا. راني طميت العجينه ها هيك طريه هايله، دوك نغطيها ونخليها تخمر اون دوزيام فوا. العجينة تاعي راهي خمرت بركات، باش من بعد نعاود نزيد نخليها تخمر كين فوالا هكذا. كي نفرشناهم بعد بيان سور كي نديرها لي بولات ولا دي بتيت بول نخليها تخمر. دوكا ندير شويه فرينة هنا، بس كيما قلت لكم راهي تتلاصق شويه العجينة تاعي. فوالا نديرها خبيزات خبيزات هكذا. هنا راني درت وحده، شوفوا راني درتهم 80 ابوبخي 80 90 غرام. ديروا شويه فرينه باسكو قلت لكم العجينه تاعي راهي جاريه شويه، هي قد ما تجي خفيفه قد ما تجي مليح هكذا. ها راكو تشوفوا هما تري بيان هكذا. شوفوا واش ندير، ندير شويه نتاع لا مارغارين ولا زبده. فوالا ندير شويه تاع لا مارغارين بالمغرفه، وندير على درنا غير زوج مغرفات تاع الزيت دونك ماشي حاجه كبيره. ندير شويه تاع لا مارغارين هنا ولا زبده كما قلت لكم واش عندكم ديروا. فوالا راكم تشوفوا بيان ها نديرها لكم هنايا. هنا شوفوا
انا درت المعدنوس مع الفرماج، نخلطو بيان، ما ديروا لا ملح لا والو، بس الفرماج الي صالي، دونك مالح هكذايا. فوالا ندير، حبيتو ديروا الخبيزات كبار على هادو، ما ديروا على روحكم، ما كيما حبيتو. هكذا نطوي الطويه الاولى هكذايا، نغلقها بيان، نزيد وحده شويه برك، ومن بعد هذا نقطعو. حبيتو تقطعو من قبل، فوالا هكذا. فوالا حطوهم كوم دي كواسون، لوفيرتور دائما ديروها من تحت. بعد وحده نزيد نجيب هادوما اللي خمروا شويه، فوالا نحاول نكسرها شويه. شويه تاع الفرينه بيان سور باش ما تلصقليش لا بات تاعي، راهي طريه. فوالا ونبدا نحل كيما الاخرى. انا زدت حليت هذيا، عباكم راني ما حبيتش نطول لي فيديو بزاف باش ما يجوش مملين مملين وقال مملين. فوالا هكذا ديروا فيها شي زبده تجي بنينه، تجي خفيفه، تجي هايله. بون نزيدو الفرماج كوم توجور هكذا. شوفو نسيي نقطع دوكا باسكو كوبا جاتني خير من تجريورة ماشي ماضية. فوالا دونك نزيد لها شوية فرماج هكذا، نغلقها بيان، نكملها نزبطها بيان، حاجة سهلة هكذا. فوالا هكذا فوالا، ونخليها نديرها في لو بلاطو تاعي، يعني درتو الفرينة. دوكا واش ندير، نكملهم كامل ونخليهم يخمروا ونولي ليكم. هنا من بعد ما خمروا لي، هنا درت صفر ان جون دوف، يعني صفر بيضه، ومع شويه تاع الحليب. فوالا نخلطوا بيان وندهنهم كامل من الفوق. هكذا الفوق تاعي راهو يسخن، راني دايرته 180 درجه، عندي واحد اكثر من عندي واحد ربع ساعه وانا مشعلاتو. كيما على بالكم الخبز كامل يحب الفوق سخون بزاف. فوالا ندهنهم كاع وندخلهم في الفوق، ندير لهم شويه تاع الجنجلان من فوق. حبيتو ديرو جنجلان، حبيتو ديرو سانوتش، انا درت الجنجلان هكذا كامل. كما قلت لكم لو فوق تاعي راهو سخون، دوك ندخلهم قباله. الخبيزات تاعي اللي درتهم ولا سي دي بتي بان هكذايا اللي درتهم راهم قدامكم، نقول لكم جا الله يبارك. شوفوا دايروا نحكمهم يتقطعوا، شوفوا الداخل فوالا فارغين كاع كيما يقولوا خاويين الداخل، والله غير جاوا هايلين. شوفوا كش راهم، راهم كي القطن فوالا، ساهلين هادو هما، ساهلين ماهلين والله يبارك. بالخف يوجدوا هكذايا، انا درت معاهم شريبه ودرت معاهم شليده وهادو لي بتيبان. هذه هي الوصفة تاعي تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. نتلاقاو في وصفات اخرى، ما تنساوش جيم ابوني. نتلاقاو في، نخليكم في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.